نجوم زهرة ممثلة مسرحية. الآن اشتغلت مع جمعية أرلوكان في عمل جديد تحت عنوان دار الباشا. دار الباشا هي مسرحية كتهتم بقضايا المرأة 100% وبالخصوص التعددية وبالخصوص يعني مشاكل المرأة اللي كتعانيها داخل البيت. فالدور ديالي كان دور الدادة بجوار مجموعة من الفنانين المقتدرين كعبد الرحيم منياري، كبديعة صناجي، نزهة عبروق. طبيعة الحال النص كان من تأليف ومن إخراج الفنان المقتدر عمر جدلي. الرحمن الرحيم، مقابلة جيدة. احنا جينا لهذا المهرجان ديال السكر والفنون باش نشاركوا مع الناس ديال مشرع بالقصيري الفرحة ديالهم، وقدمنا اليوم عرض المسرحية ديالنا الجديدة دار الباشا من تأليف وإخراج عمر جدلي وتشخيص أنا بديعة صناجي ونزهة عبروق نجوم الزهرة وسي عبد الرحيم منياري. قدمنا هذه المسرحية في إطار هذا البرنامج، وكنتمنى لهذا البرنامج اسمح لي لهذا المهرجان، وكنتمنى له كل النجاح والتوفيق، وإن شاء الله يبقى ديما سكر ويبقى ديما حلو والناس كلها تبقى فرحانة وتبقى سعيدة. وشكرا. أعتقد أنها كانت مشاركة جميلة وطيبة وذات بعد فني وفرجوي، على اعتبار أننا قدمنا خلال هذا المهرجان للسكر مدينة مشرع بالقصيري مسرحية دار الباشا، المسرحية اللي دام من مسرح محمد الخامس، تأليف وإخراج الأستاذ عمر جدلي، وشاركني فيها البطولة مجموعة من الأخوات البارزات في الحقل الفني المسرحي والتلفزيوني والسينمائي، نجوم الزهرة، بديعة الصنهاجي، ونزهة عبروق. عمل دار الباشا عمل ديال 2019 مازال ما تصورش على التلفزيون، مازال باقي جديد. يلا درنا به تقريبا واحد 15 عرض، مازال قدامنا عروض اخرى بالاضافه للجوله داخل المغرب وجوله مع وزارة المكلفه بالمغاربه المقيمين بالخارج في الديار الاوروبيه. فكنتمنى ان شاء الله الرحمن الرحيم اننا نكون دخلنا شويه من البهجه ومن السرور وشويه ديال الافكار وشويه ديال المعاني ذات البعد الانساني الممزوج بالكوميديا الهادفة، الكوميديا السوداء اللي كتعبر على معاناة المرأة داخل المجتمع الرجالي السلطوي، ولكن في قالب كيف ما قلت فني ثقافي كوميدي، نتوخى منه تبليغ مجموعة من الرسائل للمجتمع والمؤسسات والمسؤولين خصوص الوضعية ديال المرأة، لأن المرأة هي أمي الله يرحمها، هي مرتي، هي بنتي، هي أختي، هي نصف المهم والأهم في المجتمع. فهذه هي الرسالة اللي من خلالها عملنا مسرحية دار الباشا.